الثاني ابن الحسين المعظم، وهي ذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء مهند الواكد، وأيضا الناشطة الشبابية والاجتماعية العنود أبو حمور. بنحكي لكم أهلا وسهلا وسعيدين بوجودكم معنا اليوم في بيت الكل. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، ومشكركم على هاي الاستضافة، ومشكر برنامج بيت الكل بيت العرب، وفي منقدم بهاي المناسبة أسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول العام الجديد على الأسرة الأردنية الواحدة وعلى كل العرب. نعم، يعني إذن يعني العنود اسمحي لي أبدأ من عند مهند، كونك منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء، اليوم حابين نعرف أكثر عن هذه الهيئة، متى تأسست وأهم الأهداف والفعاليات أيضا التي تقام؟ سيدي، هيئة شباب كلنا الأردن تأسست في مبادرة ملكية من جلالة سيدنا في عام 2006. رأت النور هيئة شباب كلنا الأردن في 5/10/2006. انطلقنا بعدها في حملات تواصل في كل محافظات المملكة، وبال2008 درجنا تحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وأصبحنا البرنامج الخامس لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. وأيضا بلشنا في أنشطة وبرامج مختصة في العمل الشبابي والتطوعي. البرامج والأنشطة اللي بتقدمها هي شباب كلنا الأردن هدفها اللي هو تمكين ورفع قدرات الشباب في مختلف الجوانب، سواء اجتماعية واقتصادية وثقافية وأيضا سياسية، وتحقيق رؤى جلالة سيدنا في نظرته للشباب الأردني، بأنه الشباب الأردني اليوم يكون قادر وشباب حامل للرسالة، رسالة الأردن اللي يترجمه على أرض الواقع. يعني جميل جدا، احنا نعرف انه الاردن يعني مجتمع فتي، واحنا الشباب عندنا ب يعني كثره، ودائما بنحب همه الشباب اللي موجوده خصوصا في العمل التطوعي والمبادرات، وعندنا العنود يعني احدى الامثله. العنود، حاب اعرف بدايتك مع العمل التطوعي وايضا حبك وشغفك، يعني كنا نحكي حكيتي لي انا بحب العمل التطوعي. أول شيء يعطيكم العافية وشكراً على تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع. التطوع يعني مهم جداً، مش بس للشباب، لكل الفئات العمرية. يعني أنا سألتني عني أنا شخصياً، بدأت بمجال التطوع من أنا وعمري 12 سنة، وبالحقيقة أي شخص انخرط بالأعمال التطوعية رح يميز بالفرق بشخصيته، حتى سواء بالمدرسة بالمنزل لما ينتقل للجامعة كمان وبالشغل كمان، حيشعر بأنه فعلا هو شخص مميز لأنه هو انخرط بمجتمع. إضافة لأنه التطوع بشكل عام هو أنه علاج لنفسك، لأنه أنت بتقدم أثر إيجابي على المجتمع، وهذا الإشي رح ينعكس عليك لما أنت نعمل عمل تطوعي بمكان وبعد سنة تمرق من جنبه وتشوف أنه هذا أنا كنت سبب في أنه يتغير والناس تيجي لهون وتشوفه بطريقة مختلفة، كشريك وكمغير يعني. بالضبط، وبرضه كمان أهم المهارات اللي بتنعكس على الأشخاص المتطوعين اللي هي المهارات الاجتماعية، مهارات القيادة. أنا بدي أتحمل مسؤولية هاي المبادرة، بدي أعملها بكل شغف وحب لأنه أنا بدي أغير بهذا الإشي. برضو كمان مهارات تحمل المسؤولية، مهارات التفكير الإبداعي، لأنه الإبداع دائماً أنه أنت تنظر للشيء بطريقة غير مألوفة. أنا اليوم بدي أشوف حلول وابتكارات اجتماعية مثلاً لطريق ما بيوصلها مثلاً مواصلات، فاليوم أنا بدي أقوم بأعمال تطوعية لحتى إحنا مثلاً ننشر رسالة إنه خلينا نوصل مثلاً مواصلات لهذا المكان، فبعد سنة تشوف إنه صار هذا المكان، صار في مواصلات، هاي المدينة تسلط الضوء على هذا الإشي. فالتطوع مش بس بالأردن، يعني ما بننظر بكل المحافظات الأردن، ما بننظر أنه تطوع بس أنه أدهن رصيف أو حتى أزرع شجرة، لا، تطوع بكل مسمياته، ممكن الكلمة الحلوة اللي ممكن خلينا نحكي حملات كسب تأييد لمشاكل مثلاً، حتى تغير المناخ اليوم ممكن أعمل أنا لحملات تطوعية لحتى أغير وجهات نظر. برضو كمان من خلال أنا تجربتي الشخصية، الأعمال التطوعية تقرب وجهات النظر وبتقرب الناس من بعضها، خصوصاً فئات الشباب. اليوم لما إحنا نشغل الشباب وقت فراغ الشباب
نضعه بمجال التطوع، نخلي انه احنا اشخاص متطوعين لتغيير شيء. انا اليوم اكسبته مهارات عادت عليه من التطوع لحتى يغير بمجتمعاته ويحس انه هو جزء من المجتمع، وهذا مسؤولية عليه، وزي ما لي حق انه اعيش بمكان علي واجب انه انا اغير بهذا واتطوع فيه بدون مقابل، ما اطلع شو المقابل رح يجي، لانه هذا السمة الاساسية بالتطوع، وانه التطوع هو ما ننظر له شيء من وخيار من متعدد، هو دائما الخيار الأول والأساس. صحيح، خيار مفتوح أيضا للجميع، يعني بأنه يتخذوا قرار التطوع. ونسمع دائما أنه المجتمعات المتحضرة هي مجتمعات متطوعة في العادة، تسعى إلى التطوع، وهذا أحد أهم أهداف هيئة شباب كلنا الأردن. مهند، نحكي شوي عن همة الشباب، كيف عم تشوفها؟ يعني إحنا اليوم تركيزنا على الشباب، والعنود حكت وجهة نظرها من هذا الموضوع، همة باقي الشباب وانخراطهم كيف عم بيكون؟ يعني اسمح لي أني أبدأ من محل ما انتهت زميلتنا عنود. اليوم التطوع أصبح ثقافة، واليوم زي ما تفضلت، اليوم الدول المتحضرة أغلبها هي مبنية على ثقافة التطوع، وإحنا دورنا كهيئة شباب كلنا الأردن أنه نعزز هاي المفاهيم من خلال البرامج اللي مننفذها. بجوز الهدف الأساسي عندنا كهيئة شباب كلنا الأردن أو عنوان العريض اللي هو تعزيز قيم المواطنة عند الشباب تجاه مجتمعاتها، أنه اليوم يجب أن يكون الشاب عنصر فاعل في مجتمعه، يجب أن اليوم الشباب يقدموا نوعا ما يكون لهم أثر وبصمة إيجابية في المجتمع. اليوم الدور اللي بتتركه هيئة شباب كلنا الأردن جزء هو منطلق من خلال رؤيتنا إحنا كهيئة شباب كلنا الأردن. الهدف الأساسي اللي تعمل عليه الهيئة اليوم هو مأسسة العمل التطوعي ومأسسة الفكر التطوعي عند الشباب من خلال مشاركتهم. فمشتغل على بناء قدرات في اللغات، بناء قدرات في المهارات الحياتية عند الشباب، ورفع قدراتهم، رفع قابلية الشباب في التشغيل والتوظيف. بجوز كمان إحنا بهيئة شباب كلنا الأردن البعد العميق عنا إنه اليوم إحنا بنشوف وين المشاكل اللي بتواجه الشباب. اليوم عنود إحنا بنحكي لذة العطاء مختلفة، وأنت ذكرتي بأنه أنا عم بفيد مجتمعي ولكن بنفس الوقت عم بفيد نفسي. نحكي عن الجانب النفسي عند كل شخص عم بشارك بأي مبادرة، عم بيعطي فعلياً، وقد ايه فادتك بحياتك الشخصية يعني مش حياتك العملية، هاي فتحت لك أبواب جديدة؟ طبعاً أكيد، لأنه دائماً أنا بحكي أنه ومؤمنة بأنه الحياة فرص، ولما أنا بعرف شخص وشخصين غير لما أنا أصير أعرف 100 شخص و200 شخص و1000 شخص، مش بس من الأردن، من برا الأردن إحنا عم نعمل أعمال تطوعية مثلاً ممكن يوصل صداها ل خارج الأردن، وإحنا برضو كمان عم نسمع الناس بيتطوعوا خارج الأردن كمان نفس الشيء. أنا دخلت تخصص محاسبة وحاصل على درجة الماجستير بالمحاسبة، ولكن شغفي بالعمل التطوعي كان كبير، كان هو بيكبر كل ما أنا بكبر، يعني أبداً ما اختلف، وهذا الشيء نبع من الأثر الإيجابي اللي شفته. أنا كنت طالبة بالمدرسة مختلفة عن صديقاتي، وكنت أحس أنه أنا أكبر من عمري، لحد ما وصل الأمر بأنه أنا صرت بدي أدرب فريق لحتى يكونوا قادة مبادرات، بعدين نفكر بمشاكل أو المشكلة هي فكرة، يعني فكرة لحتى حلول، نلاقي حلول مثلاً لمبادرة إحنا بحاجتها، مبادرة صحية، اجتماعية، تعليمية. هذا الإشي طبعاً له أثر نفسي على الشباب المتطوعين. يمكن اللي ما عمره شارك بأعمال تطوعية ما حيشعر بلذة الوصول لسعادة ناس أو سعادة مجتمع، وكيف لما أنت بدك تعمل إشي يغير بوطن كامل مثلاً. ومأسسة العمل التطوعي كثير إشي مهم. إحنا اليوم داخلين الأردن داخل على مئوية ثانية، وهي مئوية الشباب، فاليوم إحنا بدنا ننطلق بنفس جديد إنه فعلاً إحنا كان في أعمال تطوعية كثير مميزة وما زلنا، وبدنا أكثر كمان، بدنا نفكر بخارج الصندوق، نفكر بأنه فعلاً إحنا بدنا نعمل على مأسسة هذا العمل التطوعي لأهميته. مأسسة العمل التطوعي بتنعكس أكيد على الوطن وبتنعكس على أبناء المجتمع، وبنعرف مع المئوية الآن يعني هناك دائماً تسليط ضوء على الشباب، بنحكي بأنه هم المستقبل، ودائماً جلالة الملك ما يؤكد يعني وولي العهد على هذا الموضوع، وداعمين جداً للشباب. مهند،
كونك في هيئة شباب كلنا الأردن واسم الهيئة مختلف يعني هيئة شباب كلنا الأردن. اليوم نتحدث من محافظة البلقاء تحديدا ولكن باقي محافظات المملكة، كيف هي المبادرات، كيف هو العمل، هل العمل يعني بالنهاية على قدم وساق بيد واحدة أم هو منفصل بين المحافظات؟ اليوم هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء هي نفس شقيقاتها في كل محافظات المملكة، بنقدم نفس النوعية البرامجية باختلاف إنه إحنا بنراعي في خطتنا البرامجية دائما إنه كل محافظة لها 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 ميز صح. مختلفة وأوضاع ومبادرات ونوعية مبادرات مختلفة. يعني عندنا في محافظة البلقاء نوعا ما إحنا محبيين في طبيعة جغرافية مميزة، عندنا في محافظة البلقاء قد بنفس اللحظة بتشوف أنت أكثر من مناخ موجود في نفس اللحظة، مناخ غوري، مناخ جبلي، تنوع. فهذا الشيء أيضا بيخلينا كهيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء مثلا يكون في عنا نوعية مبادرات مختلفة عن أكيد. اللي بتلاقيها في محافظات أخرى، ولكن بالإطار العام بالخطة البرامجية إحنا خطتنا هي متشابهة في كل المحافظات. يعني أنا كنت سعيد جداً بوجودي في هذه الهيئة وفي محافظة البلقاء، وشكراً لك مهند الواكد، وشكراً لك العنود، أنت مثال نفتخر فيه، مثال لشباب أردني فعلاً واعد لمستقبل يعني مبهر، فشكراً جزيلاً ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. إذن كنا معكم من هيئة شباب كلنا الأردن وتحديداً من محافظة البلقاء، شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء.